عيني يا رب، افتح لي يا قلبي، افتح لي يا قلبي لكي أرى ذراعك تحيط بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي لكي أرى ذراعك تحيط بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي. الخير يا جماعة، ترنيمة جميلة جدا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الآن للأبد آمين. نكمل إن شاء الله النهاردة دراستنا في الإصحاح الثامن من إنجيل معلمنا متى، وكنا وصلنا لعدد 22. الإصحاح الثامن ده هوت زي ما احنا عارفين جه بعد العزة على الجبل اللي من إصحاح 5 لـ7، وقلنا في بداية الإصحاح الثامن إن إصحاح 8 و9 بيذكر فيهم القديس متى 10 معجزات توضح سلطان ربنا على الأرواح النجسة، على المرض وعلى الطبيعة. النهاردة هناخد سلطان ربنا يسوع المسيح على الطبيعة من خلال تهدئة الأمواج. تهدئة الأمواج اللي هناخدها من أول عدد 23 لعدد 27. طبعا المعجزة دهيت بتاع تهدئة الأمواج تكررت مرتين، مرة لما كان ربنا يسوع المسيح معاهم في السفينة، ومرة تانية كانوا لوحديهم التلاميذ والمسيح جالهم وهم إيه وهم معذبين من الرواح من الرياح في الهزيع الرابع ماشي على المية. وده هتيجي لنا إن شاء الله في متى 14. بس نقرأ مع بعض المعجزة هنا ونشوفها في مرقس ونشوفها في لوقا برضو، ونحط التلاتة مع بعض عشان نطلع بالصورة المتكاملة لمعجزة تهدئة الأمواج. معانا مدام موندا مش كده؟ يا أبونا يس ومعانا ديكون شنود. في حد تالت يحب يقرأ معهم؟ طيب نبتدي بديكون شنودة، نقرأ من 23 ل 27. ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه، وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما، فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم: وما بالكم خائفين يا قليل الإيمان؟ ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. فتعجب الناس قائلين: أي إنسان هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه. كتر خيرك. ده المعجزة زي ما قالها قديس متى ونتأمل فيها النهاردة. عايزين نقرأ نفس المعجزة زي ما ذكرها قديس ماري مرقس في الإصحاح الرابع من عدد 34 لعدد 41. ذاكر فيها تفاصيل أكتر. من عدد 34 مرقس 4 34 ل 41. تفضلي يا مدمندة. 34 ل 41. وبدون مثل لم يكن يكلمهم، وبدون مثل لم يكن يكلمهم، أما على انفراد فكان يفسر تلاميذه كل شيء. وقال لهم: في ذلك اليوم لما كان المساء لن نجتاز إلى العبر، فصرفوا الجميع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. أحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضطرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. فيقظوه وقال له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟
فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يطيعانهم. كتر خيرك. نقراها برضو من إنجيل معلمنا لوقا، لوقا 8 من 22 ل 25. تفضل ديكون شنو ده؟ وفي أحد الأيام دخل سفينة هو وتلاميذه، فقال لهم لنعبر إلى عبر البحيرة، فأقلعوا وفيما هم سائرون نام، فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر، فتقدموا وأيقظوه قائلين يا معلم يا معلم إننا نهلك، فقام وانتهر الريح وتموج الماء فانتهي وصار هدوء. ثم قال لهم أين إيمانكم؟ فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه. كتر خيرك. الثلاث إنجيليين اشتركوا في المعجزة دهيت وذكروها. طبعا معلمنا مرقس ذكرها بشيء في التفصيل، واحنا هناخدها كلها كأن التلاتة بيتكلموا مع بعض، عشان القصة ذكرت من كذا ناحية، في حد يركز على حاجة وحد يركز على حاجة تانية، لكن عشان كلنا نستفيد هناخدها كلها مع بعض. ربنا يسوع المسيح بعد ما عمل المعجزات العظيمة دهيت ولقى ان الجموع كلها تبعاه وابتدى يشفي أمراضهم، زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن تقريبا كل المرضى اللي في كفر نحوم جابوهم قدام بيت حماد سمعان عشان ربنا إيه يشفيهم. فبعد يوم طويل ربنا حب إنه يختلي بتلاميذه، فقال لهم تعالوا بقى نروح نكمل خدمة بس في إيه، في الضفة الأخرى من البحيرة اللي هو بحيرة طبرية أو بحر الجليل أو بحيرة جنيسارت، الاثنين ثلاثة نفس الايه الاسم لنفس المكان. البحيرة دهيت هي بحيرة بتاعت مياه عذبة في وسط الأرض، في وسط الأرض بتاعت بني إسرائيل أو في وسط أرض فلسطين. طولها حوالي 13 ميل وأكبر أجزاء عرضها حوالي 8 أميال، يعني مش بحيرة كبيرة ولا حاجة، إنما عشان محاطة بكمية تلال وجبال كتيرة ومنخفضة عن سطح البحر المتوسط بحوالي 600 قدم، فده بيخليها عرضة لرياح فجائية ونوات فجائية ممكن تغرق السفن اللي فيه. لكن طبعا التلاميذ منهم بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب دول صيادين من صغرهم وكانوا بيشتغلوا في البحيرة دي، فعارفين كويس الأنواء وعارفين كويس البحيرة، فبيقدروا يتعاملوا مع الحاجات دي. ربنا يسوع المسيح دخل معاهم وابتدى يحصل اضطراب عظيم، خافوا فصحوا ربنا يسوع المسيح فهدأ الريح وسكنت. دي القصة بإيه بالمختصر. قديس مرمرقس يضيف شوية إن لما هو خد السفينة مع بطرس والتلاميذ في سفن تانية من الناس اللي كانوا معاه في كفر نحوم تبعتهم، ودي مهمة عشان لما هنوصل للآخر هنلاقي في كلمة لا يمكن حد يفسرها إلا لما يعرف إن كان في سفن تانية تبعتهم. فتعجب الناس قائلين أنه ناس، الناس اللي كانوا موجودين في السفن التانية اللي مش مذكورين هنا في إنجيل متى لكن مذكورين في إنجيل مرقس، وده يوضح لنا إن كل واحد من الإنجيليين كتب تفاصيل معينة وتاني كتب تفاصيل أخرى حسب ما رأى الروح القدس. المهم القصة دهيت أو المعجزة العظيمة دهيت هي صورة حية لحاجتين، صورة حية لحياة الكنيسة في العالم وصورة حية لحياة كل مؤمن في العالم. إزاي؟ المعجزة صورة حية لحياة الكنيسة في بحر هذا العالم وفي جهادها، لأن الكنيسة بتحاول إن هي تعبر العالم
بأولادها اللي موجودين فيها إلى بر الأمان إلى ملكوت السماء. عشان كده نقرأ في رؤية 21 إن من ضمن الأشياء اللي مش موجودة في السماء البحر. في رؤية 21 واحد يقول إيه؟ البحر لا يوجد فيما بعد. البحر لا يوجد فيما بعد. البحر رمز للعالم وشرور العالم اللي بتعيق الكنيسة عن عبورها من هذا العالم إلى ملكوت السماوات. الكنيسة في حياتها على الأرض تهاجم بالرياح اللي هي التجارب والأمواج اللي هي تقلبات العالم واضطرابه. وطبعا هذه وتلك يثيرها الشيطان ضدها، ودي نقطة هنتكلم فيها كمان شوي، لأن الشيطان لا يطيق أن تصل الكنيسة بكافة أولادها وبمسحها إلى بر السلام والأمان. ولكن في وسط هذه المعركة، في وسط هذه الجهاد، هذا الجهاد، يظن التلاميذ أحيانا أنهم يهلكون. يقول لك الكنيسة تعبانة والكنيسة مضطهدة والكنيسة هتروح. لكن أحبائي، لما هؤلاء الأولاد يصرخوا ويوقظوا مسيحهم الحال بينهم وفيهم، يتجلى المسيح في وسط كنيسته، يعطيها سلام، يهدئ الأمواج، ينتهر الرياح، ويقود الجميع إلى الميناء بسلام، ويرجعنا كلنا ويأخذنا كلنا بكنيستنا إلى البر الآخر، إلى بر الأمان، إلى ملكوت السماوات. ويرجع المسيح ياخد سفينة تانية وتالتة ورابعة حتى يصل بكل الراغبين إلى ملكوته بسلام. يبقى سر الأمان هو المسيح. البحر والأمواج والرياح هي أعمال الشيطان ضد الكنيسة، والسفينة هي الكنيسة اللي بتحمل داخلها التلاميذ أو أولادها. أيضا يا أحبائي، المعجزة ده هي صورة حية لحياتك أنت، حياة كل مؤمن، كل عضو في الكنيسة المقدسة. كل واحد فينا تنعم بهذه العضوية المقدسة من خلال مياه المعمودية ولا شيء آخر. خلال مياه المعمودية ولا شيء آخر، فيتمتع بسكن السيد المسيح فيه ويصير ملكوتا سماويا وهيكلا لله. وده مش معناه ان التجارب هتتوقف ولا الامواج هتقف، بل بالعكس تزداد في هجومها بالاكثر من اجل المسيح الساكن فيك، ولكنها بالقطع تعجز ان تهلك المؤمن ما دام المؤمن في يد عريسه، ما دام المسيح موجود في السفينة. لا تستطيع أبدا الأمواج ولا التجارب ولا العالم أن يهلك المؤمن ما دام في يد عريسه، في سهر دائم، في يقظة روحية بلا نوم، وما دام المسيح موجود في حياته. وحتى إن ضعف إيمانه قليلا، فإن الإنسان المؤمن يوقظ المسيح الذي في داخله بالتوبة، عشان المسيح يتجلى داخل النفس المؤمنة ويساعد كل مؤمن فينا بسلطان ولاهوته وقوته غير المحدودة إنه يوقف كل التجارب بتاعة العالم اللي حواليه. لكن الكلام ده كلام إنشا شوية، هناخده شوية شوية مع بعض. يقول في عدد 23: ولما دخل السفينة تبعه تلاميذ. والسفينة هنا ربما تكون هي قارب الصيد بتاع بطرس واندراوس، أو بتاع ابني زبدي، أو قارب مستأجر للسفر. تبعه تلاميذه اللي هم مين؟ اللي هم اعتادوا أن يرافقوه زي بطرس واندراوس ويعقوب وإيه ويوحنا.
لكن وهم ماشيين وإذ اضطراب عظيم، اضطراب عظيم. زي ما قلت لكم سطح بحيرة طبرية ده هي منخفض عن سطح البحر المتوسط بحوالي 600 قدم، وحواليها جبال وتلال كبيرة، فده يعرضها لإيه؟ للطيارات الهوائية، يخشى منها على السفن الصغيرة. ولابد أن هذا الاضطراب كان غير عادي. ليه؟ لأن التلاميذ خافوا رغم أنهم كانوا متعودين على هذا البحر منذ الصغر لأنهم صيادين. فإذن اللي كان حاصل هذه المرة كان شيء صعب جدا، كان شيء جامد جدا. عشان كده يكمل ويقول وحتى غطت الأمواج السفينة. يعني ايه غطت الامواج السفينه؟ يعني كانت كل موجه من الامواج ده هي عاليه جدا حتى انها ارتفعت فوق السفينه ومالت عليها حتى كادت تمتلئ من الماء وتغرق. موجه عاليه قوي وتقوم نطه فوق السفينه وتوقع كميات من الميه جوه السفينه، فيضطر اللي موجودين فيها يجيبوا زي جرادل ويحاولوا يشيلوا الميه بره السفينه. كل ده هو بيحصل وكان هو نائما. يا رب ايه الحكايه؟ الحكايه ببساطه ان السيد المسيح قد تعب كثيرا من التعليم وشفاء الكثيرين من المرضى حتى انه لم يستيقظ من قصف الريح وضجيج الامواج وحركات السفينه. يا ربي هو انت بتنام زينا؟ هو انت بتتعب زينا؟ هو انت بتحتاج لراحة زينا؟ طبعا لربما احبائي ان موضوع نوم السيد المسيح هنا كان عن قصد، واتكتب هنا عن قصد ايضا، قصد الهي لكي يدل من نومه على كمال ناسوته، حيث انه كانسان زينا زيه قد اشترك معنا في نفس الجسد يحتاج إلى الراحة والنوم. إلا أنه أحبائي كان مقصود منه أيضا أنه هو يمتحن إيمان تلاميذه من ناحية، ومن ناحية أخرى يظهر عجزهم رغم خبرتهم في الصيد وركوب البحر فيشعروا بالحاجة لله المخلص. وأيضا نوم المسيح يشير أحيانا إلى أنه رغم وجوده في سفينة حياتنا وما بفارقهاش ولا يسيبها، إلا أننا بأيدينا قد نجعله غير عامل فينا، بأيدينا نخليه نايم، وذلك لعدم التجاءنا إليه. مش عايزينه في حاجة، إحنا معتمدين على قوتنا الذاتية، إحنا مبسوطين. ولكن يا أحبائي تأتي لحظة عندما تعجز أنت وتعجز قواتك الذاتية أمام قسوة حروب إبليس، فحينها لابد أن أنت تنادي زي ما كنا بنصلي في مقدمة صلاة نصف الليل ونقول قم أيها الرب الإله، وليتبدد جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. قم أيها الرب الإله، احتاجك يا رب. في أحيان كتيرة أحبائي إحنا بإيدينا بننيم المسيح اللي جوانا عشان ما بنقولوش يا رب تعالى، محتاجين ننقذه كل شوية ونقول له أعني يا رب، أعني، قم أيها الرب اللي هنحتاجك يا رب. كل ما تعتمد على نفسك كل ما إيه؟ كل ما المسيح اللي داخلك يصير غير عامل. واحد من المفسرين يقول دل نومه على إنه إنسان، كما دلت معجزته عند استيقاظه أنه إله. دل نومه على أنه إنسان، لكن لما قام وانطهر الريح وأسكت الأمواج دل في ذلك على أنه إله. المعجزة بتاعت النهاردة تفكرنا بيونان النبي، لكن في فرق كبير جدا في اللي حصل مع يونان وهو هارب إلى ترشيش في السفينة في البحر وبين اللي حصل النهاردة.
يونان كان نايم في السفينة أيضا، لكن ضميره كان قد مات إذ عصى الله. لكن ربنا يسوع المسيح كان ضميره مستريح جدا، لأنه عمل مبشر وشفى الإيه؟ وشفى الأمراض. كان حضور يونان سبب اضطراب البحر والخطر لمن حوله، الدنيا هاجت عليهم، حتى أن البحارة لما ألقوا القرعة وقعت على يونان أكتر من مرة، قالوا له أنت عملت حاجة غلط عشان كده هاج البحر علينا. كان حضور يونان سبب اضطراب البحر والخطر لمن حوله، ولكن كان حضور المسيح يزيل الخطر ويحقق الأمان لكل من في السفينة. ده فرق كبير. لما التلاميذ ابتدوا يغرقوا والسفينة ابتدت تغرق بسرعة جدا، تقدم التلاميذ وأيقظوه. اصحى يا رب، يا سيد نجنا فإننا نهلك. أيقظوه حينما تأكدوا من عجزهم، إن هم مش قادرين، رغم خبرتهم، رغم معرفتهم بالبحر وبالصيد وبركوب السفن، إن خلاص تجينك يا رب، كنت فيه من الأول. نجنا يعني يا ربي انقذنا من هذا الخطر. وكلمة نجنا دي ستكون أيضا صرخة بطرس في موقف مماثل زي ما قلت لكم في متى 14-30، لما كانوا لوحديهم في السفينة وكانت السفينة معذبة، وجالهم السيد المسيح ماشي على الماء، وبطرس قال له أمرني أن أأتي إليك وأمشي على الماء، فقال له تعالى، ابتدى يمشي. لكن لما بعد عن السفينة شوية بص وراه وخاف، ابتدى يغرق، فبص للمسيح وقال له يا رب نجني، يا رب نجني. فكلمة نجني هذه هي صرخة بطرس في موقف مماثل، وهي صلاة استغاثة تتكرر في المزامير. ياريتنا نتعلمها صلاة الاستغاثة دي، نصليها مع بعض، ونصليها الإنسان فينا في كل وقت، بالذات في وقت الاضطراب والشدة. احفظوها كده وسموها صلاة الاستغاثة، هتلاقوها في مزمور 144 144 من 5 ل 7 144 من 5 ل 7. مدام موندا تفضلي. مزمور 144 من 5 ل 7. يا رب طقطق سمواتك وانزل، ألمس الجبال فتدخن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وازعجهم، أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجيني من المياه الكثيرة من أيدي الغرباء. بالضبط، احفظوها كده، كل ما تلاقي نفسك في ضيقة أو أعداء محاطين بيك، قل له أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجيني من المياه الكثيرة من أيدي الغرباء. قالوا له يا رب نجنا فإننا نهلك، يعني ابتدأنا نغرق ونحن هالكين لا محالة، عشان مش قادرين يا ربي نقاوم الأمواج ولا الرياح العاتية، مش قادرين، احنا هالكين يا رب، محتاجينك. قديس يوحنا ذهبي الفم يعلق على المعجزة دي ويقول إيه؟ لقد نام لكي يعطي فرصة لظهور خوفهم، ولكي يجعل فهمهم لما يحدث أكثر وضوحاً. زي الأب كده اللي بيدرب ابنه على صناعة مثلاً أو على تصليح حاجة، فيقول إيه؟ يقول أنا هسيبه شوية عشان يشتغل لوحده، عشان يطلع اللي جواه، الحتت بتاعت عدم الامبرفكشن بتاعته تبان، فيسيبه لكن حاطط عينه عليه، عمره ما بينام. نام لكي يعطي فرصة لظهور خوفهم، ولكي يجعل فهمهم لما يحدث أكثر وضوحا، لكنه لم يفعل هذا في حضرة الجماهير حتى لا يدانوا على قلة إيمانهم. قال لهم لا، تعالوا بقى نروح البحر لوحدينا كده، عشان يبين الإيمان غير المكتمل اللي في قلوبهم. انتوا شفتوا معجزات عظيمة، طب أمنتوا بإيه؟ تخيلوا الإنسان اللي كان بيحصل معاه معجزة كان بيشفى ويمشي، ويجي واحد غيره وغيره وغيره، لكن التلاميذ دول
كانوا قاعدين مع المسيح يشوفوا كل المعجزات دي. ربنا حب يطلع قلة الإيمان اللي جواهم ويثبت إيمانهم، عشان كده انفرد بيهم وأصلح من شأنهم. وقبل أن يهدئ عاصفة المياه أنهى أولا عاصفة نفوسهم موبخا إياهم: لماذا شككتم يا قليلي الإيمان؟ معلما إياهم أيضا أن الخوف سببه ليس اقتراب التجارب، إنما ضعف ذهنهم. بعد ما قالوا له يا رب إننا نهلك، وفي إنجيل لوقا يقول له أما يهمك إننا نهلك، فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ وبخ السيد المسيح ضعف إيمانهم، لأنهم بعد ما رأوا معجزاته كان ينبغي أن يثقوا ويؤمنوا بلاهوته فلا يخافوا من الأمواج. أمواج إيه اللي تخوفكوا؟ أنتوا معاكوا اللي كان بلمسة من إيديه يطهر الأبرص، بكلمة من فمه يطرد الحمى عن حمات سمعان والكثير والكثير، حتى أن كل مرضى كفر نحوم جم وشفوا. لكنهم أخطأوا عندما قيدوا سلطان لاهوته بكونه مستيقظا، زي متى ومرسى: إن كنت هنا لم يمت أخي. يا مرسى يا مريم ما كنتوش عارفين إن مش مهم إن المسيح يكون موجود بشخصه في المكان اللي فيه العذر عشان يشفيه. ده قائد المائة قال له: يا رب بكلمة بس من بعيد تشفي غلامي. هؤلاء التلاميذ لما شافوه نايم قالوا مش يقدرش يعمل حاجة، صحوه، لأنهم كان يجب عليهم أن يتيقنوا أن حضوره يؤكد خلاصهم نائما كان أم مستيقظا. يا قليلي الإيمان يعني عندهم شيء من الإيمان، وإلا ما لجأوا إليه في وقت الخطر، برغم أن إيمانهم مش كامل، إنما صحوه. ولكنهم ربطوا قوة المسيح بيقظته، ولكن القليل من الإيمان أفضل من عدم. القليل من إيمان أفضل من عدم. ليه؟ لأن السيد المسيح بعد ما وبخهم على قلة إيمانهم كافئهم على هذا القليل بإجابته لصلاتهم وتهدئة البحر. تدريب عملي ليك ولي يا أحبائي: ثق أن الله اللي حفظ الفلك على مياه الطوفان اللي أغرقت العالم كله هو قادر على حفظك أنت أيضا. فالمسيح دائما معك رغم أنه غير منظور شايفه، لكن أنا مؤمن أنه معايا، حاضر في كل وقت، وبالذات في وقت الخطر والاضطرابات والخوف والقلق. لكن فقط يا أحبائي فلنطلب الرب ونصلي صلاة الاستغاثة، فحتما ولابد أنه يستجيب لصلاتنا حسب مشيئته في الوقت والزمان والطريقة الصالحة حسب صلاحه. خافش أبدا من أي شيء، خافش أبدا من أي شيء، بس ادعوه في وقت الضيق وانقذك فتمجدني. يقول الكتاب: وانتهر الرياح فصار هدوء عظيم. هنا كلمة انتهر الرياح فيها تأمل جميل. يقولوا ايه؟ يقولوا خاطب الريح كأنها فعلت فعل ذي إدراك، وهذا ما جعل البعض يظن أنه كان للشيطان يد في ذلك الاضطراب. خلي بالك ده رأي، يقول ان الشيطان هو اللي ايه، هو اللي هيج هذه الامواج. عشان كده السيد المسيح لما حب يسكتها انتهر الريح، زي ما بيقول فانتهر الروح النجس وخرج منه. ولكن يوجد راي اخر يقول ان السيد المسيح قال كده وكانه يخاطب الريح كشخص يؤمر فيطيع لكي يعلن لاهوته وسلطانه على الطبيعه بكلمته. الموضوع مش موضوع شيطان هيج الأمواج،
لكن المسيح بيتكلم مع الريح عشان يفهم كل واحد فينا ان له سلطان انه بكلمة يبكم هذه الرياح. فصار هدوء عظيم، وذلك يظهر قوة المعجزة، فان سكنت الرياح والامواج حالا وتماما. يعني الموضوع مش ايه، مش نوبة وعدت او نوة وعدت، لا، ده سلطان المسيح، لانه ده تم حالا، زي بالضبط الضربات العشرة بتاعت موسى لفرعون. البعوض ما هو في كل مكان، والضفادع في كل مكان، والسحرة كانوا بيعملوا زيها، لكن كان قوة وسلطان ربنا يبان في ان لما موسى يقول خلاص الضربة اتشالت، اتشال في الحال، خدش وقت، لما يضرب المية بالعصا المية تتفتح في الحال، مش موضوع مد وجزر بياخد ساعات وربما ايام، ولما يضربها تاني تعود وتغلق، الموضوع مش مد وجزر، الموضوع معجزي. وأيضا يا أحبائي، كلمة سارة هدوء عظيم تظهر خضوع العناصر الطبيعية في أعظم اضطرابها لأمر المسيح ذو السلطان عليها. وإن أخذنا بالرأي الأول، وإن كان قد سمح للأبلسة أن يتسلطوا وقتا على تلك العناصر، فقد عجزوا عند كلمة المسيح، لأنه بكلمة واحدة من شفتيه سكنت الرياح وسكتت الأمواج. يعني حتى لو خدنا بالإيه، بالرأي الأولان. على فكرة أحبائي، أحب أفكركم بحاجة جميلة قوي. المعجزة ده هي ذكرت في المزامير، ذكرت في المزامير قديما في أكتر من مزمور، وكأنها نبوة عن ربنا يسوع المسيح اللي هيجي ويسكت الرياح. نقرأ مع بعض، هنلاقيها في أكتر من مزمور، هنستعجب جدا. نقرأ من الأول مزمور 65 آية 7، دي كنش نودة، مزمور 65 آية 7. دي كنش نودة، آسف يا مونة الميكروفون بيعلق. فضل. من ستة بنا سبعة. المهدي عجيج البحار، المهدئ عجيج البحار، عجيج أمواجها وضجيج الأمم. مين بقى؟ ربنا اللي بيهدي عجيج البحار وعجيج الأمواج. وتخاف سكان الأقاصي من آياتك. بالخير. ناخد برضو مزمور 89 مدام موندا، عدد 8 و9، مزمور 89 عدد 8 و9. تفضلي. يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك، أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. شفتوا؟ يعني علامة من علامات، من علامات الإله إنه هو إيه؟ إنه هو يسكن هذه البحار وهذه الأمواج. خلينا مع بعض نقرأ برضو مزمور 107، هتلاقوا كل اللي حاصل ده هو كأنه مكتوب بالملي. 107، مزمور 107 من عدد 23 ل 32، دي كن شنودة، 23 ل 32. النازلون إلى البحر في السفن، العاملون عملا في المياه الكثيرة، هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق. أمر فهاج ريحا عاصفة فرفعت أمواجه. يصعدون إلى السماوات، يهبطون إلى الأعماق، ذابت أنفسهم بالشقاء. يتمايلون وترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ابتلعت. فيصرخون إلى الرب في ضيقهم، ومن شدائدهم يخلصهم. يهدي العاصفة فتسكن، يهدي العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. يفرحون لأنهم
هدأوا فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه، فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب ويسبحوه في مجلس المشايخ. يجعل الأنهار. يبقى شايفين كأن المعجزة اتكتبت من قبل كده، مزمور 107، نازلون إلى البحر في السفن، هم رأوا أعمال الرب وأعجابه في العمق، أمر فأهاج ريح العاصفة فرفعت أمواجه، يصعدون إلى السماوات بيرتفعوا، بقى بحر طالع نازل، زابت أنفسهم بالشقاء، يتمايلون وترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ابتلعت، يعني كل خبرتهم في البحر راحت، فيصرخون إلى الرب، يا رب نجنا إننا نهلك. ومن شدائدهم يخلصهم يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. مش ده نفس الكلام اللي قرناه في متى وفي مرقس وفي لوقا؟ شيء عجيب جدا. مزمور 107، مزمور 100 وإيه 107. أبونا تدرس يعقوب مالتي ليه تعليقين جمال قوي في الموضوع ده، يقول إيه؟ يقول هكذا يظهر السيد المسيح معلما محبا وأبا مترفقا، يريد أن يكشف جراحتهم ويظهر لهم ضعفهم، عايز ينقي تلاميذه ويبين الضعف اللي جواهم، لكن دون أن يجرح مشاعرهم، عشان كده سحبهم من وسط الجماهير وقال لهم تعالوا بقى إيه، نروح في سفينة لوحدينا ونمشي بعيد، ليعلمهم عمليا ما في قلوبهم وأذهانهم من ضعفات. كتير جدا ربنا يسمح لنا بتجربة عشان ينقينا ويطلع ضعفات اللي جوانا، زي ما عمل مع أيوب، وأنه يقدم لنا المثال الحق للأبوة الحانية التي لا تتساهل مع الخطيئة والخطأ، لكنها لا تشهر بالابن الخاطئ. ربنا ما بتسهلش بالخطيئة، لكن ما يجيش لواحد ابن ويجلده ويفضحه أمام نفسه ولا أمام الآخرين. وأخيرا يا أحبائي، إن احتاج الأمر يستخدم التأديب العلني كتوبيخه لكتب الفريسيين. ربنا عايز يطلع عدم الإيمان أو قلة الإيمان اللي موجودة في قلب تلاميذه، لكن مش عايز الناس ياخدوا بالهم، زي أب كده ياخد ابنه ويعاتبه بينه وبينه، زي زوج وزوجة بيتعاتبوا لكن بيتعاتبوا في أوضتهم، مش قدام الأولاد ولا قدام الناس. أيضا يا أحبائي، يقول أبونا تدرس يعقوب، في أبوته قدم السيد العلاج الأصيل، مظهرا أن سر التعب الحقيقي مش الرياح الخارجية والعواصف الظاهرة اللي بره، لكنها رياح النفس غير المستقرة ومواجهة الداخلية بسبب عدد منها. يعني ربنا يقول لهم أنتوا مش خايفين عشان الموج والريح ده أبدا، ده الخوف جواك وانتوا جوه قلبكوا بسبب عدم الإيمان، لهذا هدأ أنفسهم في الداخل وعند إذن أسكت الخارج. نفس المعنى ده يا أحبائي نلاقيه في مزمور 57. نرجع لمزمور 57، دي نقطة مهمة جدا عشان كل واحد فينا يعرف إن أنت لو قلبك ثابت مع ربنا ولا حاجة تقدر عليك، لو قلبك مهزوز أقل شيء يقدر عليك. مدام موندا لو تقري لنا من 1-7 يبقى كتر خير. ارحمني يا الله، ارحمني، لأن بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. أصرخ إلى الله العلى، إلى الله المحامي عني، يرسل من السماء ويخلصني، عير الذي يتهمونني سلاح يتهممني سلاح، يرسل الله رحمته وحقه، نفسي بين الأجبال، أضطجع بين المتقدمين، بني آدم أسنانهم أسنة سهام ولسانهم سيف ماضم، أرتفع لهم على السماوات لارتفع على كل الأرض مجدك، هيأوا شبكة لخطواتي، انحنت نفسي حفر قدامي حفر سقطوا فيه وسطها سلاح، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرني. كتر خير.
ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي أغني وأرنم. ليه؟ ده أنت من شوية قلت إيه؟ قلت إن أنت كانت نفسك بين الأشبال، يعني في وسط الأسود، حاربت أسودا في أفسس زي ما بقول بولس الرسول. أتجع بين المتقدين، متقدين يعني إيه؟ يعني اللي هم أشرار جدا زي النار، بني آدم أسنانهم أسنة، أسنة يعني سبيرس وسهام، لسانهم سيف ماضي. أنا عايش في وسط وحوش يا رب، هيئوا شبكة لخطواتي، حطولي حاجة عشان يمسكوا رجلي، حفروا قدامه حفرة، لكن ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي أغني وأرنم. ده اللي ربنا عايز يقوله لنا يا أحبائي النهاردة، عايز يقولك إن سبب تعبك مش التجارب والرياح اللي في الخارج أبدا، بل بالعكس سبب تعبك من جواك من الداخل، لأن في عدم إيمان، في قلة إيمان. قديس جيروم أيضا يا أحبائي يرى أننا نوقظ السيد بالتوبة عن الخطايا، فبيقول إيه؟ إن كان بسبب خطايانا ينام فلنقل استيقظ يا رب، لماذا تتغافى يا رب؟ انتبه، زي ما بيقول في مزمور 44، واستلتم الأمواج سفينتنا فلنوقظ المسيح قائلين يا سيد نجنا فإننا نهلك. يبقى المسيح النائم نوقظه بالتوبة. قديس أغسطينوس يقول لنتمثل بالرياح والبحر، لنطع الخالق، لقد أصغى البحر للمسيح وأنت لا تنصت له، سمع البحر وهدأت الرياح وأنت أفلا تهدأ. إنني أقول وأنصح بأن ما هذا إلا عدم هدوء وعدم رغبة في طاعة كلمة المسيح. لا تدع الأمواج تسيطر على قلبك فيضطرب، فإننا إن كنا بشرا لا نيأس ما تهبت الرياح، وإحنا إذ نوقظ المسيح فنبحر في بحر هادئ ونصل إلى موطننا. يا أخي خليك زي الريح والبحر، نطيع كلمة المسيح ونهدأ، وكل ما أيقظنا المسيح اللي في داخلنا بالصلاة، كل ما إيه؟ كل ما صرنا في هدوء مبحرين معه. بعد ربنا يسوع المسيح ما عمل هذه المعجزة العظيمة، يقول لنا القديس معلمنا متى، فتعجب الناس. وزي ما قلت لكم من الأول، إن إحنا عشان نقدر نفهم كل الكلام بتاع الإنجيل لابد ناخد الأناجيل كلها مع بعض، لأن اللي يجي يقرأ هنا كلمة تعجب الناس دي يقول أكيد في حاجة غلط هنا، ناس إيه ده، هم مجرد شوية تلاميذ في سفينة صغيرة، فين الناس؟ لكن اللي يقرأ الإنجيل على بعضه يعرف إن كان في سفن تانية من الناس اللي كانوا في كفر نحوم، كانوا تابعينهم وكانوا ايضا في وسط الايه، في وسط الامواج، ورأوا المسيح يأمر الريح فتسكت. تعجب الناس اللي هم كانوا في السفن الصغير، وقالوا شيء عجيب جدا، اي انسان هذا. وده معناها لا يمكن يكون انسان. ليه بقى؟ لان بحسب الفكر اليهودي الوحيد الذي له القدرة على التحكم والسيطرة على البحر هو الله فقط، زي ما قرينا مزمور 107 من عدد 23 ل 33، الوحيد القادر على التحكم والسيطرة على البحر هو الله. مين اللي شق البحر؟ عصى الله التي في يد موسى بأمر الله لموسى. يا أحبائي، أمام سلطان المسيح على الطبيعة وظهور قوة لاهوته، تعجب التلاميذ وبدأ إيمانهم ينمو، ومعرفتهم بالإله الحقيقي تزيد. قديس كرولوس الكبير يقول إيه؟ قولهم نجنا يمتدح إيمانهم، أما قولهم نحن نهلك فيتهم الراجين أن يبحروا مع المسيح أثناء الخطر بقلة الإيمان. لم يكونوا فاقدي الإيمان، الكلام ده قديس كرولوس الكبير يقوله، بل كانوا قليلي الإيمان لأنهم لم يتشجعوا بوجود المسيح معهم، بل خطر يحدق بهم.
المسيح يا أحبائي لا يحتاج إلى السفينة، أما السفينة فتحتاج إلى المسيح. تعجز سفينة الكنيسة بدون القائد السماوي عن أن تخوض غمار بحر العالم. فبالمسيح نصل رغم كل الأخطار والعراقيل والاضطرابات إلى الميناء السماوي. المسيح مش محتاج إلى سفينة، لكن السفينة هي اللي محتاجة للمسيح، لأن السفينة اللي هي الكنيسة أو نفسنا كمؤمنين لن نستطيع أو لن نستطيع أن نصل إلى الميناء السماوي إلا إن كان المسيح في داخلنا يساعدنا بسلطان لاهوته أن ننتصر على الأخطار وعلى الاضطرابات. لكن لابد كل واحد فينا يصرخ للمسيح الذي في داخله ويقول له نجينا يا إلهنا وخلصنا السفر. كانوا في قناعة من أنه بمقدوره أن ينقذهم، وكان هذا رجاءهم. ومهمة المسيح في هذا العالم هي أن يخلص، ولكن لن يخلص سوى كل من يدعو باسم الرب. عشان كده قالوا له يا سيد، وبعد كده صلوا قائلين نجنا يا سيد نجنا. يا سلام، المسيح لن يخلص إلا الذين يرغبون أن يتخذونه سيدا ويصلوا إليه صلاة الاستغاثة قائلين يا رب نجنا. عايزين نتعلم يا أحبائي من اللي حصل النهاردة إن كل واحد فينا يصرخ من جواه ويقول له يا رب نجيني، وما يعتمدش على ذاته فقط، ويخلي المسيح داخله ليس نائما بل مستيقظا على الدوام، وما يخافش أي خوف من هذا العالم. لا يمتد الخوف إلى إيه؟ إلى قلوبنا طالما المسيح في داخل السفينة، متأكدين أنه مش هيسيبنا أبدا، ده وعده الإله. قول ربنا المجد دائما أبديا أمين. ممكن نفتح باب الأسئلة والمناقشة للي يحب ان هو يناقش. واعتقد ان مدام